أنا بالنسبة للحوار الوطني قلت أثناء العهدة، ما قلتش غدا ولا من على شهرين ولا ثلاثة، لأن فيه أولويات. أولويات هو إنقاذ الاقتصاد الوطني، جعل الجزائر في مناعة نهائية بالنسبة للتقلبات في العالم حاليا اقتصادية وغيرها. كان سبق لي وتلاقيت مع الأحزاب كلهم، الأحزاب اللي عندها تمثيل شعبي في مستوى البلديات ولا الولايات ولا مستوى الوطني، بدينا الحوار نزيد نتموه ونوسعه. كلنا متفقين على أساس أن لما ننتهي من بناء اقتصاد قوي نفوت بناء ديمقراطية حق، مؤسسات تحترم بعضها بعض.